الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيتها النساء اعلمنا أن كنا خلقتن كالرجال من طين، لكن من الابتلاء الذي ابتلاه الله عز وجل لنساء العالمين أنه خلقهن من ضلع، والضلع هذا فيه عوج، فعلى المرأة أن تصبر على الابتلاء الذي ابتلاه الله بها سبحانه وتعالى من كون خلقتها، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن فيها عوج طبيعي من الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي للرجال إن استمتعت بها استمتعت وبها عوج. فحينئذ وهي تعلم أيضا المرأة أنها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من النساء، وأن أكثر أهل النار النساء، وأنه لا يصلح أمر ذلك العوج التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليه، ولا النجاة من النار إلا بعلاج واحد وهو العلم. فالعلم هو داء الجهل، فالعلم هو دواء الجهل، فإن الجهل داء عظيم يورث الشرك والكفر برب العالمين والبدع والزنا وشرب الخمر والطلاق وغير ذلك من الذنوب والمعاصي والخطايا والمكروهات. وذلك أن كل داء له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. خرج البخاري في صحيحه ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من داء إلا وله دواء. نعم، وفي رواية فإذا أصاب يعني الدواء الداء برئ بإذن الله كما في حديث جابر. ولذلك فإنه قد خرج أبو داود في سننه أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فشج رجل في رأسه، نعم، فسأل بعض الصحابة أو بعض الناس هل يجزئني التيمم؟ فقال لا، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل وقد أصاب جنابة فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا حين فعلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. فتبين من هذه الحادثة أن من الجهل ما يقتل أو يسبب الهلاك للناس، كما
سمعنا من يفتي بالمظاهرات في مصر وتونس وغيرها بزعم أن هذا يكون من جرائه التغيير، فإن التغيير لا يكون إلا باتباع شريعة رسول الواحد القدير صلى الله عليه وسلم. فإذا رام الرجل التغيير بمخالفة سنة رسول الله الواحد القدير فإنه حينئذ يكون على باب هلكة أو على طرف أو على شفا حفرة من النار أو على باب من فتحه هوى بصاحبه إلى النار. فالتغيير لا يكون إلا بالعلم، ولا يكون التغيير بالجهل. وذلك مثاله امرأة تشكو من زوجها قسوة وظلم ونحو ذلك، فهل حينئذ التغيير أن تفشي سره عند الناس وأن تتواقح عليه فتضربه؟ نعم، كما أفتى بعض الشيوخ في هذا العصر، قال المرأة إذا هجم عليها زوجها ليؤدبها بالضرب الذي شرعه الله قال لها أن تضربه. فهل هذا هو التغيير؟ فإن الله قال في الرجال واضربوهن، لكن ما قال في النساء واضربوهن، واضربوهم أي الرجال. فلا يحل للمرأة حينئذ أن تخترع تغييرا من تلقاء نفسها وتقول حتى أؤدب زوجي إذا تأخر في الليل لأضربنه، لأنها حينئذ ماذا تكون فعلت؟ ابتدعت في أسلوب التغيير، فحينئذ لن يصلح بيتها ولا يزيد الأمر إلا سوء، لأن التغيير ما جاء من قبل الله، جاء من قبلها، وما كان من عند الله فموعود صاحبه بالنصر والفرج، وما كان من عند غيره فبضد ذلك. قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم، ما قال إن نصرتم أهواءكم ينصركم، قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. So the Sheikh, he said that, oh women, addressing the women, he said that no, you have been created just like the men from clay. However, you have been tested with a test, or the women of the creation, they have been tested with a test, which is that they were created from a rib. They were created from the rib. And the rib is something which has crookedness within it. So it is upon the woman that she is patient upon this test that Allah subhanahu wa ta'ala has tested her with by creating her in this manner. So as the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, that the women, they have this type of crookedness, if that's the best word to use in English, within them naturally. And it's mentioned in one hadith that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that if you take pleasure from your wife, then when you take pleasure from your wife, but within her is this type of crookedness. And the Prophet ﷺ, he explained that the majority of the people of the hellfire are also women, and also that this affair of this crookedness will not be corrected except by one thing, and their savior, the savior of the women, will not be except by one thing. There is a cure to all of this, and that cure is knowledge. So knowledge is the medicine to ignorance. And indeed, ignorance is a severe illness. It's a severe illness, ignorance. And it causes shirk, and it causes disbelief, and it causes innovation and fornication, and drinking alcohol, and maybe divorce, and other than that from the sins and from the disliked affairs. So knowledge is an evil, ignorance is an evil affair, and the cure is knowledge. And that is because every type of illness has a cure to it. The ones who know that, know it, and the ones who do not know it, don't know it. So it's mentioned in Bukhari and Muslim
the hadith of Abu Hurairah, that there is not an illness except that there is a cure for it. Every illness has a cure for it. And in one narration, it is mentioned that if the illness meets the correct cure, then that person is cured. If the illness meets its correct cure for that illness, then that person is cured, as narrated in the hadith of Jabir. Then in the narration of Abu Dawud, he mentions that a group of the companions, they went out with the Prophet ﷺ upon a battle. So one of them, his head was cracked, or it was split, he was injured. So he said to some of the people, is it possible for me to make tayammum rather than to make ghusl, because he was in a state of janaba, state of impurity. So he said, can I use tayammum instead of water to make ghusl? And they said to him that no, so long as you're able to use the water and it's available, you should use the water. So he used the water, and as a consequence of this split in his head, this crack in his head, this injury, by using the water upon it, he died. So when the Prophet ﷺ found out about this, he said that you killed him, that may Allah kill you. I like this severe warning, that these people, didn't they come to seek the knowledge of that affair first? They should have sought the knowledge of the affair first before giving that treatment, before giving that fatwa. So now it becomes clear that ignorance, it causes destruction. It causes destruction, and now we have seen some of the people, because of their ignorance, they give these fatwas, they give these rulings, that you can go out and make demonstrations, and they say that this will bring about change, like what you see in Tunisia and Egypt, etc. They say these demonstrations, you should go out, and this will bring about change. However, change will only be brought about by following the sunnah of the Prophet ﷺ. And whoever seeks change by other than the sunnah, then that will not be a correct pathway to follow. And he is on the brink of destroying himself and falling into the hellfire. He's on the brink, as if he's on the brink of a door. If the door was opened, then he would fall. So that is the affair of the one who tries to bring about this change upon ignorance, without following the Qur'an and the sunnah. So that's the example now, for example, like a woman, she complains about her husband, and she says that he's very harsh with her, very hard-hearted, and he's a bit oppressive towards her, etc. So is it upon the woman now to bring about change herself, to take the affairs into her own hands, and go out and start spreading his secrets between the people, and then maybe if he gets angry, he might hit her as a consequence? So is this change? Is it change that the woman takes this affair into her own hands? And it's not being mentioned, the opposite, يعني لم يقال أن النساء لهن أن يضربن في القرآن إنما قال وضربهن الرجال. And it's not been mentioned that the women can hit their husbands, but rather the opposite has been mentioned in the Quran. So these kinds of affairs, when the woman takes it into her own hands to try and bring about this change, it will not fix the household, and it will not correct the affairs. The change, this type of change will not correct the affairs, because it's from her own self. This is her own opinion and her own ideas as to what she should do. Rather, the change will occur, if such a situation occurs, that she returns back to the Qur'an and the sunnah. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala said in the Qur'an, إِن تَنْصُرُ اللَّهِ يَنْصُرْكُمْ, that if you aid Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah will aid you. So, and then also Allah said in the Qur'an, meaning of which is, that follow that which Allah subhanahu wa ta'ala has revealed to you, and do not follow other than that from the others. So stick to the Qur'an and the sunnah. فَعَلَى الْمَرْأَةِ إذن أن تدرس الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من ما شرحه العلماء لكي تنال العلاج الذي به تصلح أسرتها وزوجها, وهو العلم النافع. فلا يمكن أن تجد في كتاب المرأة من هذه الكتب الغربية كيف التي تقول كيف تكوني أو تكون أسرة سعيدة أو نحو ذلك, من أفكار يوحيها المؤلف لا علاقة لها بالشريعة. كان يقول لها غيري أثاثك, اليوم الأول اجعل المطبخ في الصالون والصالون في المطبخ وغير ذلك. هل هذا هو العلاج؟ ليس العلاج في آراء الناس وأهوائهم. السعادة تكون باتباع الكتاب والسنة على فهم السلف, ويدل على ذلك قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى, أو أنثى سماها الله, ما قال من ذكر, سمى الله الأنثى في هذه الآية, فقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فبين الله عز وجل أنه ليس السعادة في أن يكون للمرأة أثاث جميل في البيت، نعم، أو زوج وسيم، أو سيارة فارهة، أو قصر مشيد، أو خادمة، أبدا. عائشة رضي الله عنها كانت سعيدة سعادة لا توصف. لو دخلتن اليوم حجرة عائشة أو قال لكم الزوج الصالح لقد صارت حياتنا إلى القهقرة، إلى الوراء، إلى الجزر، فهي تعالي أيته الزوجة سأسكنك في حجرة تشبه حجرة عائشة. فقالت أفعل. فأخذها إلى حجرة. ماذا هو وصفها؟ وصفها أن ليس فيها مطبخ، بيت ليس فيه كيتشن مطبخ، بيت ليس فيه باثروم حمام، بيت ليس فيه كنب يسمونه صوفة، ما في شيء. طيب حجرة عائشة هو المنزل كله، ليس هناك ثلاثة غرف، ثلاثة رومز، كل البيت عبارة عن حجرة. فإذا دخله الداخل استطاع أن يمس سقفه بيده، وإذا نام الرجل معترضا في حجرة أمنا عائشة التي كان النبي يقوم فيها الليل ويصوم النهار وتنزل عليه الآيات، إذا نام النائم بعرض الحجرة استغرقها، بحيث أن النبي يحتاج أن يغمس رجل عائشة وهي في قبلته فتضم رجلها ليسد مكان رجلها، والنبي لا يجعل زوجته رحيم، لكن ما وجد مكان للسترة إلا أن يفعل ذلك. نعم، فهذا هو المكان الذي كانت تعيش فيه أمنا عائشة. أثاثها مخدة، حشوها من ليف، وفراش رسول الله وفراشها، والغطاء، وآنية، وإناء أو نحو ذلك للطعام، وإناء ربما للشراب، وإذا أرادوا التغوط أو البول خرجوا ومشوا 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 إلى المراصع بعيد حتى لا يؤذي الناس بالروائح، قطعوا حاجتهم ولو في الليل الساعة الثالثة البرد الشديد، ما في البيت مكان الغائط ولا البول، يخرجون المدة الطويلة، المسافة الطويلة. نعم، حتى شكونا الرسول، يا رسول الله نريد النفقة زيادة فيها، فغضب النبي لأنه ما عنده. فأنزلت آية التخيير من أن كنا إن كنت تردن الله ورسوله، نعم، فلكنا ذلك، وإن أردنا الدنيا يعني فتعالينا ومتعكنا وسرحكنا سراحا جميلة. فأول من خير حبيبته أم المؤمنين، أحب النساء لي عائشة، فاختارت ما عند الله ورسوله. كذلك المرأة اليوم إذا كانت تعيش في أعظم نعمة أن ترزق زوج سلفي، أعظم نعمة، فصارت له الظروف، هل تخرج عنه ويأتي لها إنسان حزبي أو يأتي إنسان مبتدع أو عامي حليق أو أشر منه؟ تصبر عليه، هذا هو العلم، تصبر على الرجل الصالح حتى يفرج الله، فإن الفرج مع الصبر وأن مع العسر يسر. نعم، فهل من رأى عيشة عائشة اليوم وهو في هذا العصر في البيت الجميل والأنوار الوضاءة الجميلة هل يمكن أن يعيش مثل عائشة؟ فإذا كان لا يستطيع أن يعيش مثل ما تعيش عائشة رضي الله عنها ويصبر، فليعلم، فلتعلم المرأة أن فيها نقص، لأن الله لا يختار لنساء نبيه إلا الأفضل، فلا يمكن أن يختار لنسائنا في هذا العصر الأفضل مما كان زوجات النبي، فما اختار الله للنبي للأفضل ولا اختار النبي للنبي للأفضل. فليقل في نفسه لو حصل لي مثل عائشة مع زوجي سأصبر مثلها، على الأقل تضمر هذا. أما تقول أنا لو عرض لي زوجي هذه الحجرة، نعم،
لن أطيق ذلك ولا سأخرج من منزله وأذهب إلى أهلي وأشرد. قلنا لها الدين لا يعدله شيء، فإنه يوم القيامة يؤتى بأرفه، يؤتى بالمرأة ربما أرفه امرأة في العالم، ككريستينا أونانيس اليونانية التي كانت تنقل تملك نقلات النفط لكنها من أهل النار، تغمس المرأة في النار غمسة واحدة، وهي كانت مرفهة ثرية تسكن في أفخم الفنادق وعندها قصور ليس قصر واحد. إذا كانت من النار تغمس في النار غمسة واحدة، يقال لها هل رأيت نعيما قط؟ تقول لا. هل رأيت خيرا قط مر بك؟ السيارة الفخمة والفساتين اللي على آخر موديل والمجوهرات اللي تملأ الحائط، هل رأيت نعيم؟ لا، تقول ما رأيت، غمسة واحدة في النار. وأدنى أهل النار امرأة أو رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي دماغه منها، فلا تجد تلك الساعة إلا الندم على ماضيها في الحياة الدنيا، كيف ضيعت حياتها، ما عاشت مع إنسان سلفي يصليان الليل ويصومان النهار ويتركون البدع، تقول ليتني كنت أعيش العيشة هذه حتى أكون في أعالي الجنة. نعم إيه نعم. So then the Sheikh said that it's upon a woman that she should learn the Quran and the Sunnah by that which the scholars have explained, in order that she can know the cure and the treatment, or the cure and the solution that will fix her household, and that will not be found except in the, or it will not be found, that will not be found, this cure to how to fix your families and your households, it will not be found in the Western books. The Western books and these authors, they now write all these books about how to fix your household, how to fix your families, and they mention all sorts of other opinions from themselves, which have nothing to do with the Sunnah. So they'll say things like, if you want to make your household better, what you should do is change your furniture around, for example. Move things about, make the way your sitting room was into the kitchen, or the other way around. Move things about a little bit, and maybe that will help your lifestyle at home, etc. It'll bring about change. So they have all these opinions and things, these Western books, not linked to the Quran or the Sunnah. Rather, a person is going to find happiness by acting upon righteous actions. So Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, the meaning of which is, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى, that whoever does righteous actions from the males or the females. So it's mentioned by name. Allah subhanahu wa ta'ala mentions the females by name in this ayah. Then after that Allah subhanahu wa ta'ala says, and they are believers upon iman when they do their actions. And then Allah subhanahu wa ta'ala says that if they are believers, then the men and the women who do these righteous actions, then Allah will give them a happy life, and He will give them their reward for what they used to do. So the happiness isn't what the people may think, that it's a posh car or a big car, or that the woman thinks that her happiness is if she has a very beautiful husband. Now the Shaykh says, look at the example of Aisha radiallahu anha. She was in extreme happiness. And if you were to enter the house that Aisha radiallahu anha used to live in now, it would be completely different. So now, if an individual said to a woman, I'm going to give you a house which is like the house of Aisha radiallahu anha, the description of that house, the description of the house that Aisha used to live in, is that there was no kitchen within it, and there is no bathroom within it, and there are no sitting sofas, etc. within it. This was the state of the house of Aisha radiallahu anha. And that was all one house, not like it was split up into different rooms. And now, to the extent that if an individual entered the house of Aisha radiallahu anha, if he lifted his hand up, he could touch the ceiling. That's how small it was. And if an individual slept in that house, then the width of the house would just be sufficient for him to be able to lie down. That's how small it was in that way. And it's mentioned about how the Prophet ﷺ used to pray, and how it was very tight when he used to pray, to the extent that he might slightly disturb Aisha radiallahu anha when praying. That was the tightness of the space. And the furniture that they had, for example, a pillow and maybe a sheet or something to cover yourself with, and then maybe a few utensils for food and maybe one to drink with. And this was all that was found in that house of Aisha radiallahu anha. And if they needed to use the toilet to relieve themselves, then there was no toilet or bathroom in the house. They had to walk a long distance, walk very far away somewhere to hide themselves from the people, and then do that. Even if it was in the middle of the night and it's cold, they would have to walk out very far distance to cover themselves and then to do that. So this was the state of affairs of the house of Aisha radiallahu anha. So now,
شكونا هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبلها قبل تذكرك ما شكوا ضيق العيشة وماذا كان طعامهم؟ ليس كان عندهم ثلاجة يحفظ فيها الأطعمة والكورنفليكس وكذلك الهدوغ والأشياء ذي، كان طعامهم يؤتى، يأتي الشهر والشهر والشهرين ولا يوقد في بيتهم نار إلا الأسودين، التمر والماء، ثلاثة أشهر على التمر والماء، وصبرنا رضي الله عنهن. نعم. But then the Sheikh says, also look at the state of affairs with regards to their food. The Sheikh said, no. So they never had a fridge. They never had a fridge in the house that they could store food into it and keep it nice. They never had places to store their cornflakes, etc. None of this existed. Maybe a month or 2 months or 3 months would go by and there wouldn't even be a fire lit up in their house. They wouldn't be cooking anything. Nothing to cook. They would eat maybe for 2 or 3 months nothing except dates and water. And then... من هذا الضيق. أيوه. وبعدين النبي غيرهم الله فاخترنا الله والرسول. So then when this difficult lifestyle was upon them, the wives of the Prophet صلى الله عليه وسلم, they complained about this. So then Allah subhanahu wa ta'ala revealed the ayahs in the Quran giving them a choice. Either pick the Prophet صلى الله عليه وسلم or leave that. So they all chose to be with the Prophet صلى الله عليه وسلم. The first of them who was given that choice was Aisha رضي الله عنها, and she chose to be with the Prophet صلى الله عليه وسلم. So now, a woman, she might live, for example, she has a Salafi husband. And this is something which is a blessing upon her. And it's not something that she should want to leave out of because of some difficulty and she ends up with some Hizbi individual or something like that. So it's upon her to be patient. The Shaykh mentioned the ayah in the Quran, "Inna ma'al usri yusra," that indeed with difficulty is ease. With difficulty comes ease. So who now is able to live like Aisha radiallahu anha used to live? If a person is able to live like that, then that's... So who is able to live in that manner? And Allah subhanahu wa ta'ala didn't pick for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam except the best of the women. So at the very least, it's upon a woman to say that if this type of situation occurred to me, then I would be patient as well. Just like the situation of Aisha radiallahu anha. And not that a woman says, if this type of situation occurred to me, I would leave. I would leave and I would get out and I would go and I would do this and I would do that. Because on the Day of Judgment, it's mentioned that an individual, a woman perhaps, will be brought on the Day of Judgment. And during this lifetime, she used to have all of those blessings. A big car and wealth and richness and everything else. And on the Day of Judgment, she will be brought and dipped into the hellfire once. One dipping, just dipped in and taken out again. And then it will be said to her, can you remember any of the blessings you used to have in the world, in the creation? And she will say, I can't remember any of it. I don't remember anything, the fancy car, the expensive car, all the blessings. All of that is forgotten and removed from her mind just by that one dipping in the hellfire. That's the severity of it. And so... So at that point, that woman will not find her riches and her wealth or her car or anything. Rather, the punishment will be severe at that time to the extent that this one dipping in the fire will cause her to forget everything she had in this world from all these blessings and wealth and riches. So happiness isn't within that. وننقل لكم الآن كلام امرأة ملك من ملوكنا المملكة العربية السعودية وهي المرأة التركية زوج الملك فيصل. فكانت تعمل معها أو يعمل زوج العمة معهم في القصر. فحكت لنا العمة ما تكلمت به زوجة الملك فيصل التي كانت تملك من الأموال الكثيرة والمجوهرات ما تملك وهي امرأة ملك. فقالت وهي على فراش الموت أو في مرضها, انظرنا أيتهن النساء, انظرنا ما أنا فيه من النعيم هذا والمجوهرات والحلي واللباس يعني الحسن والأثاث الفخم, فإني لن أخرج من هذه الدنيا إلا بملاءة بيضاء وهي الكفن. نعم, وسيكون بيتي يعني وسيكون بيتها ما هو دار الظلمة ضيقا لا يوسعها ولا ينوره للعمل الصالح. نعم.
The Sheikh says, I've mentioned a story to you concerning a princess. She was a Turkish woman who was married to the King Faisal of Saudi Arabia. And the Sheikh says that the husband of Zawja, Ammatikum, the husband of his auntie used to work in the house of this princess who was married to the King Faisal. And he narrates a story that when she was upon her deathbed in her illness, then she said to the women who were around her, that look at me now, look at all of these riches that I have, all this wealth that I have, this jewelry that I have, and all these posh furniture and everything that I have. I have all of this now in this world, but I will exit from this world with nothing except these white clothes, i.e. her shroud. That's the only thing I'm going to leave with. All of these riches will not be with me. نعم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع ماله وإيش وأهله ويبقى عمله نعم. As the Prophet صلى الله عليه وسلم mentioned in a hadith that three things will follow the person to his grave and two of those will return and only one will stay with him in the grave. So his family, when a person dies, his family follows him to the grave, his wealth follows him to the grave, and his actions follow him to the grave. However, two of those return. His family returns after they've buried him, and his wealth returns. The only thing that will stay with him in his grave are his actions thereafter. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحياة الدنيا التي يزينها الشيطان في قلب المرأة حتى تترك عبادة الله وطاعة الزوج. فقال كما عند الطبراني في معجمه من حديث ابن مسعود أو أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال إن مطعم ابن آدم ضرب للدنيا مثلا مطعم ابن آدم هذا الذي يأكله ضرب للدنيا مثلا وإن قزحه وإن ملحه فانظر إلى ما يصير إليه. هذه المرأة الآن تطبخ الطعام مثلا تضع الملح وتقزعه يعني تضع الأبزار الأشياء للطيب الطعام نعم ويكون شكله جميل الطعام وتضع له الزينة حلقات إيش البصل والطماطم من حوله فبعد ساعة واحدة بعد أن التهمه أهل بيتها وأكلوه فلينظر بعد ساعتين أو ثلاث ماذا يصير إليه يصير إلى غائط. كذلك المرأة مهما اهتمت بجمالها وشكلها فلن يدخلها ذلك أو يرفعها عند الله يدخلها الجنة يرفعها عند الله ما لم يكن احتسابا للزوج ليرضى عنها الله وإنما ليعلم أن هذه البهرجة والزينة كلها نعم ستتغير مع دخول المرأة قبرها فإن وجهها شيئا شيئا فيسود شيئا شيئا يلتهمه الدود شيئا شيئا تظهر العظام تتعفن الجسد يظهر القيح من كل مكان في بدنها فلا يبقى منها إلا عجب الذنب عجب الذنب فقط يبقى من عظامها ويؤكل كفنها ولا يبقى منها في القبر شيء. إذن ما الذي ينعمها في القبر وينعم روحها وبدنها تبعا لذلك؟ عمله الصالح من طاعة الزوج والصبر على هذه الحياة الدنيا والفتن التي فيها والإقبال على الله بالعبادة كالذكر الكثير كذكر الله كثيرا والصدقة يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. بر الأم فإن من علامات الساعة عقوق قيل الأم لأمها عقوق البنت لأمها من علامات الساعة قال أن تلد الأمة ربتها قالوا ينتشر العقوق حتى تصبح البنت تكلم أمها كأنها هي سيدتها. فحينئذ ينبغي أن تصبر المرأة على طاعة الله وقد قال الله تعالى والعاقبة للتقوى ولم يقل للبيت الجميل والزوج الأنيق العاقبة للتقوى نعم. And then an example has been given by the Prophet صلى الله عليه وسلم concerning this worldly life which the shaitan has beautified for the people to the extent that perhaps a woman may leave off worship and obedience as a consequence of what the shaitan beautifies around her. So the narration is mentioned from Ubay ibn Ka'b. He said that this food that you eat, that the children of Adam eat upon this earth, an example has been given of it. That firstly, when this food is made, then a woman, for example, she makes it and puts nice dressings on it and fills it up and makes it plentiful and hearty. Then afterwards, look to what it becomes.
So when the woman makes the food, she makes it beautiful with tomatoes and lettuce and whatever else and dressings, and it's nice and beautiful. After a couple of hours, once it's been eaten, what happens to that beautiful food that was laid out so nicely on the plate? 2 or 3 hours later, it becomes waste, it becomes feces that exits from the humans. So just no matter how much, the point is then, no matter how much a woman looks after her beauty and gives importance to her beauty, then eventually that beauty will not enter her into paradise. And that will eventually go. Rather, what will enter her into paradise is obedience. Obedience to Allah and obedience to her husband. And all of this beauty of hers, it will disappear. It will go when she goes into her grave. So when a woman is buried in her grave, then eventually the meat will start to rot away. And the face will start to become blackened. And the maggots and other things within the ground will begin to eat her. And her flesh will be taken away, until nothing is left of her body except the backbone at the bottom of the back. That's the only thing that will remain. So then after that, if that's the state of affairs in the grave, what will give her blessings in the grave then? It will be what she did during the lifetime from obedience to her husband and being patient upon the affairs of this world and giving in charity, as it's mentioned in the hadith, and also righteousness to her mother, her parents, as it's mentioned in one hadith, that from the signs of the hour are that a woman is evil to her parents, to her mother. And it's mentioned therefore it is upon a woman to be patient. And Allah subhanahu wa ta'ala said, وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. And the end result, the reward will be for those who have this piety. وَلَمْ يَقُلِ الْعَاقِبَةُ لِلْبَيْتِ الْجَمِيلِ وَالْأَثَاثِ الْأَنِيقِ إِنَّمَا جَعْلَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. And Allah subhanahu wa ta'ala didn't say that the end result, the good result, the reward will be for a beautiful house or anything other than that. The end reward and that end reward is for the taqwa, the piety. فَرُبَّمَا رَجُلْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَثَاثٌ أَنِيقٌ لَكِنَّهُ مُوَحِّدٌ لِلَّهِ عَامِلٌ بِالسُّنَّةِ صَائِمَ اللَّيْلِ قَائِمَ اللَّيْلِ صَائِمَ النَّهَارِ ذَاكِرٌ لِلرَّحْمَنِ وَهُوَ فِي أَعَالِ الْجَنَّاتِ وَرُبَّمَا امْرَأَةٌ مَعَ رَجُلٍ عَاشَ فِي بَيْتٍ أَنِيقٍ وَثِيرٍ ولكنهم يضيعون الصلاة لا يقومون صلاة الفجر وعندهم قنوات فضائية إباحية وبناتهم ينظرون في الفيسبوك وينظرون في الماسنجر ويتكلمون مع الأولاد ولا يراقبوهم ولا يعتنون ببناتهن والبنات يعصين الله فتكون الأسرة كلها في النار ومرة في النار يغمس فيها الرجل أو المرأة تذهب بكل نعيم مر عليه حتى يقول ما رأيت خيرا قط ما مر بنعيم قط. And it's possible, the Shaykh says, that a particular individual, a man, he might not have this wealth, he might not have this beautiful furniture, etc. But he might be someone who is upon obedience, and he stands in prayer during the night, and he remembers Allah subhanahu wa ta'ala. So he's upon this obedience, even though he doesn't have the riches. And perhaps on the other hand, you might have a woman who lives with a husband who is rich, and has a very nice house, and has lots of wealth, but they don't care about their religion. And this individual, this man, is wasteful of his religion. And their children, their daughters, they sit there on Facebook and other things like that, speaking to other men or whatever else it might be. And they don't look after their daughters properly, they don't give them the right upbringing, and as a consequence, all of them will end up in the hellfire because of their sins. And then it's mentioned already, like the Sheikh said, on that day they will be dipped into the hellfire once, and after one dipping, because of the severity of it, they will forget all of these wealth and riches that they used to be in during this lifetime. Naam. ولذلك حذر الله من عدم العناية بالبنات والأبناء من قبل الأب والأم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال المفسرون أي أدبوا أولادكم. والتربية والتأديب يكون بالتحلية والتخلية، تخلوهم عن ما يخالف العلم من الشرك ودعوة غير الله والأخلاق الرذيلة كالزنا والفواحش والسباب والشتام والبدع، وتحليتهم بالأخلاق الطيبة من المسامحة وكذلك غض الطرف عن الناس والكرم والتوحيد والسنة ونحو ذلك. أدبوهم، قوا أنفسكم، ليس أنتم فقط وأهليكم، مع
معناها أن من وقع نفسه ولم يقي أهله فهو محاسب يوم القيامة، لابد أن يتسبب في وقاية نفسه وأهله، فإنه من وقع نفسه ولم يقي أهله بتأديبهم فهو عاصي لله، لابد أن يعتني بنفسه وبأسرته فهو مسؤول عنها. قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، الرجل مسؤول، يقول النبي عن أسرة قال ما كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها، يعني الله يسألها سؤال خاص، ماذا قدمت لأسرتك من العمل الصالح أو الأمر والنهي والتأديب؟ نعم يسألها عن أولادها سبحانه، لا إله إلا هو. And so similarly, Allah subhanahu wa ta'ala, He warned and cautioned in the Quran against not looking after your daughters and your sons and your children. There's a warning and a caution against the parents that they should not be negligent of their children. And so Allah said in the Quran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, that O you who believe, then protect yourselves and your families from the fire. The Mufassireen, the ones who did the explanation of this ayah, they said, what's the meaning of it, that protect yourselves and your families from the fire? I.e. teach them morals and manners. Give them the proper morals and manners, your kids. And that is done through takhliya and tahliya. Takhliya, that you remove from their hearts the incorrect affairs, the shirk and the bid'ah and the evil actions, the innovations, these things. You remove all of these wrong affairs from their hearts. Then after that, once they are pure, you fill them in with tawheed and sunnah and righteousness. So you remove the evil and then fill it up with the goodness. That's giving the children morals and manners, and that's the meaning of protect yourselves and your families from the fire. So the one who protects himself only and does not protect his family, then that person is deficient in his actions and he is a sinner. So he has to protect himself, the parents have to protect themselves and protect their families. Because on the day of judgment they will be asked about that. And Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, the meaning of which is, stop them because indeed they are responsible and they will be asked. And in a hadith, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says that all of you are like shepherds and all of you have to have a responsibility over your herd. I.e. the parents are like the shepherds, they have a responsibility over their children. And on the day of judgment, the woman will be asked about her family. And what did the woman do towards her family? What did she teach them? How did she bring them up? She will be asked about these things on the day of judgment. وقد جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة نعم ليس بينه وبينه ترجمان فكذلك يكلم الله المرأة لا يقال المرأة لا يكلمها الله يكلم الله الرجل والمرأة فيه يحاسبهم على ما فعلوا في الدنيا هل غرهم الشيطان بالدنيا فاتبعوا الشيطان وقاوموا بالمعاصي وجعلوا في بيوتهم القنوات الفضائية الإباحية أو الصور أو غير ذلك مما حرم الله أو لبس يعني الحجاب الذي لا يعتبر شرعا كما نرى اليوم النساء يخطئون في الحجاب يضعون البالطي الذي يحجم البدن ويضعون المنديل على رأسهم يحجم الرأس والحجاب الصحيح أن تلبس العباءة التي تسقط من أعلى رأسها فتجلل بدنها كله هذا لباس السلف يسأله الله عن ذلك كله يوم القيامة سبحانه كما جاء ما منكم من أحد يعني من رجل أو امرأة إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان لأن الله يعلم كل اللغات لا يحتاج الله ترجمان هو خلق كل اللغة يعلم الله الصينية لو رجل عصى الله بالصيني علم الله لغته عصى الله واغتاب بالياباني علم الله لغته يعلم اللغات كلها ويعلم ما خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويجعل شهود من الأرض ومن الجلود سبحانه ومن الأيدي والأرجل فالحذر الحذر من الآخرة فإنه يقول العبد يوم القيامة ما لي أرى هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها حتى خروجها من غير إذن زوجها من المنزل مرة واحدة أحصاها الكتاب مرة خرجت خلت زوجها يسافر وقال لها لا تخرجي أنت تخرجين بيت الجارة أقول أنا عاندت زوجها وخلته يسافر ثم ذهبت إليها عاندت الزوج فهذه مكتوبة عليها يوم القيامة نعم فتنظر إلى يمينها فلا ترى إلا النار وينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم عفوا
ينظر عن شماله ما يرى إلا ما قدم، يرى أمامه فيرى النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فعلى المرأة أن تتقي النار بالصدقة، طاعة زوجها، وأدائها الصلاة في وقتها، والوضوء الصحيح، والتعلم العلم الصالح، العلم النافع الذي يورث العمل الصالح. نعم. And it's mentioned in Sahih al-Bukhari from the hadith of Adi ibn Hatim that he said that Adi ibn Hatim. Man? Adi ibn Hatim. It's mentioned that he said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that there is not a single one of you except that on the day of judgment Allah subhanahu wa ta'ala will speak to him, and there will not be between you and Allah a translator. Allah will speak to every individual. This includes therefore the women. The women will be spoken to on the day of judgment also without a translator between them and Allah subhanahu wa ta'ala. So then they will be asked, what did you do in your households? Did you have these television stations that have all these impermissible things on them? Did you have other impermissible things within your household? How did you run your family? Your clothing, the Shaykh says, we notice that some of the women, their clothing isn't accurate. They think they are wearing the correct hijab, and it's not. When they wear this two-piece kind of thing and a small scarf on their heads, etc., this isn't the correct hijab. But the correct hijab is that it comes from the top all the way down, and it covers the body from the head to the bottom. That it covers the top, the body of the woman from the head all the way to the bottom. Not these two-piece ones that they cover their body and then they have a separate scarf and the shape of the head can be seen, etc., etc. لأنه يحجم عظمها إذا وضعت الباطي يحجم كتوفها. الكتوف لا يجوز أن تحجم. لأن النبي قال أخشى أن يصف حجم عظمها. وكذلك الرأس لا يتحجم. نعم، فينبغي أن يكون فضفاض ينزل من الرأس فيجلل البدن كله كما كان نساء السلف يفعلنا. Because it's not befitting that the size of the woman should become apparent. So if a woman wears these certain types of hijab, which the size of the woman can be identified, can be seen, where her shoulders are and where her head is, then this is not correct. The Salaf, the women of the Salaf, they used to wear the clothing loose from their heads. So the sides of their shoulders and their shapes of their heads could not be seen. والآن So the Shaykh says that all of these things that a woman does, she will be asked about them on the Day of Judgment. And the Shaykh says Allah subhanahu wa ta'ala doesn't require a translator on that point. Allah knows all of the languages clearly. Allah created all of the languages. If someone does some sin in Chinese, then that will be known to Allah. So be warned and be warned against the Day of Judgment. And on that day, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned about those individuals. They will say that what is this book? This book that has written all of their deeds, it doesn't leave anything. Not a small thing, not a big thing. Everything is there. So even on an occasion, for example, the husband, he leaves on a journey and he says to his wife, don't go out. But she goes out in his absence. Then that will be written against her, that she disobeyed her husband in that one command, in that one thing he asked her to do. So on that day, then nothing will be there. Looks to her right, she looks to her left, behind her, all she will see is that which she did from her actions. And in front of her will be the hellfire. So know that the cure to all of this is knowledge. So seek the righteous knowledge, the correct knowledge, the beneficial knowledge, and then thereafter built upon it is the worship. فإذا عرفنا ذلك فلنتعلم الآن الأحكام المتعلقة بالمرأة في صغرها وكبرها. So if we know that, then now we should learn the rulings related to women in her youth and in her old age, all the rulings related to a woman. أولا في الصغر، فإنه متى ما كانت الفتاة لم تبلغ بعد وكانت بنت ست أو خمس أو عشر أو سبع أو تسع حتى تبلغ من السنين، قال الصنعاني فإنه لا يكتب عليها كالذكر يعني قلم العقاب، وإنما يكتب لها قلم الثواب، فحيث أن أمها جعلتها تصلي مثلا وهي بنت سبع أو ثمان سنين، فإن تبدأ الملائكة تكتب لها الحسنات، فهذه الحسنات تنفعها إذا ماتت وهي كبيرة مثلا، فتكون مرجحة فتدخل الجنة من حسنات التي حثتها أمها عليها وهي صغيرة، لأنه يكتب لها قلم الثواب ولا يكتب عليها قلم العقاب. ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيها في الحج، نعم في الطريق، فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ صبي عمره ربما تسعة أشهر أو سنة. قال نعم ولك أجر، أي له ثواب الحج وهو في المهد.
فإذا حجت به أمه اليوم وهو صغير يكتب له الثواب فينفعه الثواب وهو كبير، فربما حصل منه فسق لكن حجه وهو صغير والثواب العظيم هذا الذي حجت به وهو صغير ينفعه وهو كبير فيدخل الجنة ربما. نعم. أما ما فعله من معاصي الولد وهو صغير، نعم ما فعله من المعاصي الولد وهو صغير كأن نذكر الآن، تسرح بي الذاكرة الآن، وأنا عمري والحمد لله أذكر نحو 2.5 سنين ربما أو نحو ذلك، فبينما أبي قد وضعني في حجره إذ صفعته على وجهه. أنا أوقن الآن أن الله لن يؤاخذني بذلك لأنه غير مكتوب علي قلم العقاب، مكتوب علي قلم الثواب، فكان مكتوب لي أخذ أخي لي الكبير إلى المسجد أذهب أصلي، لكن غير مكتوب علي ما فعلته من معاصي وأنا صغير. وهذا لا يعني أن الوالد لا يؤدب أولاده من المعاصي، قال قوا أنفسكم وليكم أهل نارا، فقال مروا أولادكم للصلاة للسبع، فيعود الولد ولكن إذا فعل ذنبا لا يؤاخذ، فتعود البنت لا تلبس القصير بنت 7 أو تدخل على الرجال وتسلم عليهم، أو يلبس الولد الذهب أو يتشبه بالنساء، أو يضع الولد الحمرة ميك أب هذا فيمنع حتى لا يتشبه بالنساء، يعود على الأخلاق الصحيحة، لكن إذا فعل خطأ فقلم الثواب فقط يحسب له، أما العقاب فلا. نعم. So first the Sheikh says concerning the small age, the young age, before the woman reaches the age of puberty, so a small girl, 6, 7, 9, 10 years old, before she reaches the age of puberty, then as As-San'ani he mentioned that the pen of punishment will be lifted. The pen of punishment is lifted. Nothing is recorded against that daughter, that girl, just like the boy, before the age of puberty from their sins. However, the pen of reward is writing. Mm. So if they do good deeds before the age of puberty, that is recorded for them, their good deeds. But if they do anything bad, anything wrong, any sins before the age of puberty, then that is not written for them. But the good deeds which their mother used to encourage them to do, from praying and other things like that before the age of puberty, that will benefit them in their older age. And it will benefit them because it is written for them. And what is mentioned concerning that is what Al-Imam Ahmadi narrated, that a woman, she raised a young boy, a young child, maybe 1 or 2 years old, on the way to Hajj. And she said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, is there Hajj for this child? Does this child get rewarded for his Hajj? So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, yes, he will be rewarded for his Hajj. So this indicates that this a child before the age of puberty, if he does righteous actions, they are recorded for him. However, sins in the age of before puberty, then they are not recorded. The Sheikh, he gives an example. He says he remembers when he was 2.5 years old roughly. And he says on one occasion his father put him down into like the cot, and he remembers hitting his father with his hand. But he says that I'm certain I'm not going to get punished for that. And that's not going to be written against me for hitting my father when I was 2.5 years old. Because that was before the age of puberty and that is not written. However, the Sheikh says that doesn't mean that when young children before the age of puberty do things wrong and they do things which are incorrect, that you should leave them. You're still supposed to teach them and correct them and give them the morals. So you don't allow small boys, for example, to start wearing jewelry made out of gold. We know gold is impermissible. So you tell them and prevent them from that. You don't allow small boys to mess about and start wearing makeup and stuff. You don't allow them to play in this manner. You prevent them because this is something that they will grow up upon and they will become used to it. So good deeds before puberty are written, but bad deeds are not written. نعم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم السن كما قال فقهاء الحديث الذي يبدأ الولد يستوعب به الأوامر وهو 7. ولذلك إذا حصل الطلاق بين الرجل والمرأة فالأولاد أو البنات الذين يكونون في حوزتها أبناء 4 أو 5 سنين يبقين معها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكحي، لأن سن الحضانة وإن كانت البنت الأم عندها شيء من القنوات الفضائية أو الأخطاء هذا يسمى سن حضانة، الولد لا يستوعب شيء، فحينئذ يكون في حوزة الأم، متى ما بدأ يعقل نعم ويصبح ابن 7 فقد يجعله القاضي في حوزة الأب لأنه يحتاج إلى رعاية وتأديب. نعم. أما في سن الحضانة فقال أنت أحق به ما لم تنكح، فدل ذلك على أن
السن الذي يبدأ الولد بها يفهم الخطاب والأوامر هو السابعة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فتبدأ الأوامر كما قال بعض الفقهاء الحديث والإصلاح من السابعة، تبلغ البنت السابعة فيقال لها: لا تلبس القصير، لا تتكلمي مع الأولاد، نعم، لا ضعي العبات عليك، تعودي على العبات ونحو هذا، نعم. وحينئذ ترى بعد هذا الحديث كيف أهمل الآباء الأبناء، فالنبي قال مروا، فيخشى على الرجل أن يكون عليه إثم إذا ما عود ولده على الصلاة وعلى الفضائل بعد هذا الحديث، بزعم أنه لا يزال صغير. هو غير مؤاخذ، لكن أنت مؤاخذ لأنك ما أدبته وعودته، لأنه قال مروا، فهو غير مؤاخذ، لكن قلم العقاب عليك أنت لأنك ما أمرته، فينبغي أن تأمره وتعوده كما أمرك الله. نعم. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam has clarified that the age at which a child can comprehend the affairs and the rulings and the prohibitions is at the age of seven. So if the parents, they divorce and they have children under the age of seven, then the children, they stay with their mother if they are under the age of seven. And that's mentioned in a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that the woman, she has more right to the children as long as she doesn't get married again. But as the child being at the age of seven or above that, so he can comprehend things and he has an intellect to be able to understand things now, then it's possible at that age, if they divorce, then the judge may rule that the child or the children should be with the husband, the father, because then at that age and above, they need to be taught and they need to be given morals and manners, and that will be better from the husband. So the age is 7 years old. That's when they begin to understand the rulings and the prohibitions. That's why the Prophet ﷺ said that you should command your children to pray at the age of seven. And then at the age of 10, hit them if they don't pray. So if he's 7 years old, if the daughter is 7 years old, then she needs to be told what's right and wrong. She needs to be told, don't speak to these strange men. She needs to be told, don't wear these short clothes. She has to be given that, made used to these affairs. You have to get her used to the rulings now. Now she understands them and comprehends them. So from the age of seven, she needs to be told these properly. And the parents don't do that, they say she's only young, the kids are only small, it doesn't matter if they do this and they do that. Yes, like we said, there is no accountability upon them because their pen is lifted. However, the accountability is still on the parents. If the parents don't teach their kids and they don't bring them up properly and they don't prevent them from doing things which they shouldn't be doing, then the parents will be held accountable for that. But the children, like we said, aren't held accountable. So you have to still teach them from that age. ومن ذلك تدريس البنات الصغار بنات التسع أو السبع مع الأولاد. فقد يقول قائل أنهن في سن صغيرة، أنا أفصلهن عند البلوغ. كلا، إن الولد الصغير تحضره الشهوة، فقد يأخذ بصبية عمرها تسع وهو ابن تسع أو ثمان وراء الجدران فيقبلها ويصنع بها ما يراه في القنوات أو غير ذلك مما حدث به أو حضرته، تكون الشهوة تلقائيا. فحينئذ ينبغي يربى الأطفال الصغار على أن يفصلوا عن البنات في اللعب، نعم، حتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه. وكذلك ألعاب الأطفال، فينبغي للمرأة ألا تجعل من ألعاب الأولاد الأصنام المنحوتة إلا عمل البيت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قر عائشة عندما راح تلعب بالبنات، فقال العلامة الألباني: هذا يشبه يعني يكون من عمل البيت، كما ذكر الحليمي رحمه الله كما نقل عنه صاحب الفتح، قال: ليس هذا يعني يقصد بالنحت اللعب عائشة تكون بالمنحوتة التي تشبه عرائس باربي في هذا العصر، وإنما تكون من عمل البيت، كان تأخذ مثلا سفنجة على قدر الذراع ثم تعصرها من أعلى رأسها ثم تلبسها شيء كأنها بنت، وليس معناها أن تنحت النحت هذا اللي نراه اليوم وهو فيه مضاهات شديدة لخلق الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا الذين يضاهون خلق الله. نعم. And then the Sheikh said, from those affairs of teaching your children when they are young, is that young girls, when they are at the age of 9 or 10, at that age, then it's not befitting that they should be taught lessons of whatever lessons they might be. It's not befitting that they should be taught with boys.
They should be split up. Girls from the age of 9 and 10, at that age, they shouldn't be sitting with boys and learning and lessons, etc. But if a person was to say, I'll split them when they get to the age of puberty, this is before the age of puberty. If he says, I'll split them at the age of puberty, then we say, no, that's not correct. Because a small child now at the age of 9 or 10, it's possible that if he's sitting with girls of 9 and 10, he may take one aside, or he might take someone aside behind a wall or something and kiss her because of things that they see.